تم يعني الاتصال بمديرية الشباب والرياضة على استغلال ترخيص لاستغلال هذه القاعة على خلق فضاءات يعني لتخليص المتقاعدين خصوصا يعني فئات هشة والحيلولة كذلك من تفشي يعني وباء كورونا. جيت تري كونتون بور مو لي كوليغ لي ريتريتي باش يسهلوا لنا باسكو رانا مرات كيما انا واحد ناس جي 74 ans كون عيا كي نوف بزاف نعيا.